السلام عليكم عمي تبون، عمي تبون وجاه ربي. شوف زوج حبات بطاطا شوية حلو شوية حار، زوج حبات كورجات شوية لوبيا شوية طوماطيش شوية بصل، ربع حبة طوماطيش أنا شريتهم ب 120 ألف، وأنا مصباح أنا نخدم ما جبتش 120 ألف. شوف أنا المعيشة بلا بلا سوالف واحد آخرين، غاز الخبز الحليب وحاجة تافهة، أنا نصرف أكثر من النهار اللي نجيبه. تحيا عمي تبون، شوف أنا الحل. الماروكين وين بيان سور كو الماروكين وين فون اقسم بالله كل ما مو جي با اون دو دير جي با دو كومبلكس دو دانفيريوريتي مو الحمد لله مو جي با اون دو دير كو الماروك انفراستركتورالمون بارلون ايكونوميكمون بارلون دي لوين فون نو اون لي مويان مي لي مويان اي سون اي سون غاردي كو بار 4 5 ميك كي سي بوف توت لا تول اي لي مي الماروك اي لوين دو فون مي اي تري لوين مي تري تري لوين تري تري لوين تري تري لوين كفرنا الحليب. شوف شوف هي اللي ناكم تما تشكموا وتقولوا رانا عايشين وما خصنا والو، الجزائر راهي تقدم. شوفوا ولاد الكلاب، شوفوا خماج يا الحركه يا ولاد ديكور، شوفوا ولاد الشاد مساكن على الحليب. شوف راكم عينا من الانانيه تاعكم، الشاد قالوا لك ديكاج ديكاج، عينا منكم يا العصابه يا السراقين. انتوما فرنسا ماشي الجزائر، انتوما انتوما مازالكم فرنسا، مازال مازال من ماكرون يا وي يا وي مشي فيك. احنا يا علينا منك دبون ديكاج ديكاج ديكاج، انت مافيا يا دبون، انت مافيا ماشي ماشي محبسين. عينا عينا اخواتو المحبسين تاعنا، اخواتو خاوتنا ما باعوا الكوكايين، ما سرقوا ما قتلوا ما داروا حتى حاجه. ابي خرج على الجزائر، على الاعلام الجزائر يا امي خرجوا، انا نخرج على الجزائر تسكم الجزائر وصبنا. مازال فرنسا لا تخدم فينا، مازال كي تبون ماكش تسمع في المعاناه تاع الشعب، ماكش قاعد تسمعها. الشعب كاع راهو يعاني 48 ويلي كاع راهي قاعده تعاني، والصحافة هذه ما هيش قاعدة توصل في صوت الشعب، والنواب هادو البرلمان راهم فاشلين، ما مي ما همش يوصلوا في صوت في صوت الشعب، ما همش قاعدين يوصلوا فيه. يا ورانا حشمانين ماناش خايفين، المعيشة راهي غالية والشبيبة راهي ضايعة، وانت ما زلت في المرادية قاعد ماكش تخرج ماكش تشوف المعاناة الشعب. يا ورانا حشمانين، احنا رانا حشمانين ماناش خايفين. الوقت نقعدو كيما هكا الوقت فهمنا برك، او كي نجي كي نجي وراحين نرقدو، اقسم بالله رانا نتمناو النهار ما يطلعش علينا، اقسم بالله. وين محوس توصلونا برك انتوما، وين محوسين توصلونا؟ يا ورانا حشمانين والكرامة تاعنا راهي قاعدة تتقاس، وشوفوا ما على باليش انا مانيش عارف كيفاه. انا نجي انا نشوف درك ما نزيد ندير حتى فيديو، اني درك نجي المرادية ديريكت، نجيك خويا نجيك المرادية. انت ماكش j'ai constaté que la honte existait dans une seule région, dans les camps de Tindouf où j'étais censé me déplacer en toute liberté. J'ai senti la peur. J'ai eu le sentiment d'avoir été mise sous surveillance. Les habitants des camps de Tindouf sont des réfugiés qui marchent les pieds nus sur des fils de fer barbelés, tandis que les dirigeants du Polisario amassent des fortunes. Ainsi, j'ai traversé la distance des quatre doigts qui séparent la vérité du mensonge, et tel a été le bilan des événements auxquels j'ai assisté et ce que j'ai vécu réellement. Ce que vous allez voir dépasse toute logique humaine. Mahfoud a décidé de raconter pour la première fois sa terrifiante expérience vécue dans les camps de Tindouf. Vous m'avez demandé d'arrêter le tournage parce que vous vouliez raconter une horrible expérience que vous avez endurée dans les camps. Vous m'avez dit que des éléments du Polisario vous ont sévèrement châtié parce que vous aviez tenté de protester devant une administration. Et là, ils vous ont violé. Chaque responsable me renvoyait à l'autre. C'était une honte. J'y suis resté jusqu'à 20 heures. À cette heure-ci, ils m'ont emmené à bord d'une voiture dans un endroit désert que je ne connaissais pas, derrière la zone de Rabouni. Et là, ils vous ont violé. Oui, j'ai subi des choses horribles et ignobles, des choses pénibles à raconter. Quand j'ai voulu déposer plainte auprès de la police relevant du Polisario,
Personne n'a voulu m'écouter. À la fin, j'ai décidé de garder le silence parce que j'avais peur et honte. Un témoignage poignant et affligeant. Mais l'Algérie dirait qu'elle n'a pas de dette. Mais, écoutez, un clochard sous les ponts de Paris n'a pas de dette. Et Rothschild a 10 milliards de dettes. Qui c'est qui est le mieux ? La dette, le niveau de la dette, ça ne veut rien dire. Ça dépend pourquoi vous empruntez de l'argent, si vous voulez. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, il n'a pas de dette, est-ce qu'il est bien ? Et quelqu'un qui est riche et qui investit et qui emprunte pour investir, etc., il est riche. Donc ça c'est une tricherie, c'est une supercherie de dire l'Algérie fait de la bonne gouvernance parce qu'il n'y a pas de dette. Oui, salam alaykoum, khawti. Khawti, smat ou jisra al-barah ? Elf harrag دخل لاسبانيا الف جزائري دخل لاسبانيا حارق البارح خوتي واش صاري في الجزائر واش من حاجه اللي ماشي مليحه ايماجيني 2000 نهار 1000 راهي تدخل في شهر في شهرين في نهار واحد 1000 حراك خوتي الخال الوراهو في الشعب ولا في البلاد ولا كومونتير اللي انا ما راني فاهم والو مرحبا به اللي جا خوتي مي بصح فهموني كيفاش 1000 واحد كانوا متفاهمين ولا قالوا لهم راهي مفتوحة مانيش فاهم. على كل حال ربي يوفقهم إن شاء الله وإن شاء الله المزيد من النجاحات إن شاء الله اللي مازال ما جاوش إن شاء الله يزيدوا يجوا مرة جاية إن شاء الله 2000. بلادي هل أنت في حرب يخرجوا 3000 حراك في النهار؟ يا الجزائر يلي كنت في عصر التسعينات الناس تذبح ما كانتش الحرقة ما هذا؟ وش بيها بلادي وش بيها بلادي مسكينة؟ الكثير من الجزائريين يكتبون عن الجزائر ولكن لا يقولون الحقيقة الكاملة. أخبروهم أن كل شباب الجزائر يريد الهرب من أرض الوطن بأي طريق. أخبروهم أننا وطن غني والشعب فقير. أخبروهم أننا نحن البلد الذي يقتل أبطاله ورؤساؤه زي بن مهيدي وكريم بالقاسم ومحمد بوضياف وقاسم مربع. ثم نطلق أسمائهم على المستشفيات وقاعات الحفلات والسكنات العسكرية. أخبروهم أننا على وشك بناء ثالث أكبر مسجد في العالم وأن المصلين سيشكون الفقر والمرض إلى الله. أخبروهم أننا لا نملك مستقبل ولا أمل ولا حياة في هذه البلد. أخبروهم عنا أننا هنا وأننا قد اغتيل منا الكثير. أخبروهم أننا بلد غني ولا نملك مستشفى. أن في بلدنا حق الطبيب مسلوب وحق المريض مسلوب والتلميذ والمعلم والجندي حقوقهم مسلوب. أخبروهم أننا نملك 12 مليون عانس. هذيك الانسانيه تاعنا عندنا لك هذيك اللي مضاري نقول لكم راني نكذب انا هذيك الاسلام في بلاد الجزائر هذيك بلاد المسلمين هذيك بلاد المسلمين هذا راه طايح في الارض يفوتوا ائمه يفوتوا كاع يفوتوا الدوله كاع يشوفوا فيه راه طايح في الارض هو اللي ما كانش قال لي يديها فيه كاينه في اوروبا هكا مشينا على نقولوا لا دروغ ولا هذا يبات برا وياكل برا مسكين هذيك كي دايره حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. في 48 ساعه خرجوا 48 بين بابور وكنقولوا شالوتي وانتو فيهم 506 بنادم كما نقولوا هاملك بالترتيب هذا مع الحساب الاحصائيات تاع لامارين تاع اسبانيا في 48 ساعه قال البابور الاول فيه 17 قال جزائريين هذوما 506 قال جزائريين بابور الثاني فيه 3 البابور الثالث فيه 30 شخص 30 عبد مجموعين في زوج بوابور جايين من استغانم البابور الرابع فيه 7 البابور الخامس فيه 4 البابور السادس فيه 18 البابور السابع فيه 8 البابور الثامن فيه 15 البابور التاسع فيه 10 البابور العاشر فيه 16 البابور 11 فيه 20 البابور 12 فيه 101 اللي هضرت لكم عليه البارح تاع الشالوت اللي خرج من تيبازا البابور 13 فيه 8 خرجوا معي تموش انت هذوما البابور 14 فيه 9 البابور 15 فيه 13 خرجوا من استغانم البابور 16 فيه 10 8 رجال مرأة وقاسة خرجوا من الوهران البابور 19 فيه 14 رجال و 3 نساء البابور 20 فيه 16 البابور 21 فيه 22 البابور 22 فيه 4 البابور 23 فيه 24 البابور 24 فيه 18 البابور 25 فيه 13 البابور 26 فيه 25 البابور 27 فيه 16 شخص بينهم النساء وأطفال خرجوا من استغانم هذا والبابور 28 في 25 شخص المهم كلش 506 في 48 ساعة المهم السلام عليكم يوم 7 سبتمبر 2024 ما فيش انتخابات مع العصابات نقعد في داري ما نخرش ما نمشيش للسطاد ما نمشيش للجامعة ما نمشيش للعب ما نمشيش للمرشي ما خليش ولادي يخرجوا هذه راي في يدينا يوم 7 سبتمبر نخلوها يوم
تاع بداية التغيير، بداية الاستقلال، غادي نخلوها يوم تاع الشعب، ما غاديش نخلو هذا النظام البوليس السياسي يحقرنا ويكمل في هذه السياسة تاع الاستحمار وتاع الاستعباد. يوم 7 سبتمبر خوتي خواتاتي نقعدوا قاع في الدار، ما نخرجوش ما نبوطيش وما نكونش مع المهزلة، باسكو أنا نبغي بلادي. بارك الله فيك. هذا مدخل الحي الجديد بقرية داغوسة، كما راكم تشوفوا ظلم كبير من بلدية البسباس ومديرية حماية البيئة. رانا منلوموش المواطن، مواطن ملقاش وين يطيش النفاية تاعو، وهذا ملعب داغوسة الجهوي راكم تشوفوا. رانا نلومو لجنة الحي المتواجدة بالحي الجديد، لديهم ختم يعني وما حبوش يتحركوا. انا نطلب من لجنة الحي تخدم خدمتها، هذا المدخل الحي تاعهم. تحية تبون، هام دايرين لاشينة تاع الجيج، قلك تحية تبون او تحية تبون والقدام الشعب الراضي الطحان. السلام عليكم، كاريتو تاع بوبل عندك جزائر جديدة قريب 20 جور ما جاش بداو بوبل، بعد يقولك مرض كورونا. حي سان بيير سونتر فيل زعما عندك كارثة كي دايرة. عندك كارثة، عندك وين راه واصل؟ هادي كارثة الأولى، هادي كارثة الأولى، هادي كارثة الزوجة تاني. صغل الحديد، صغل الحديد، صغل الحديد، صال حديد فيه راه صال. الجوارين يسكنوا هنا بزوز غراوين نورمال. 2022 2022 في سونتريفيل في وارم عندك. غايبة على الساحة خلاص، هذه عندها مدة أسبوع وهي مطيشة، فاهم؟ وحنا سفيان راهم داروها لنا هنا في وظيفتهم الباب تاعنا. هنا داروها لنا هنا، فاهم؟ جينا راح هاك تشوف بعدوها على المدخل تاع العمارات، فاهم؟ قالوا لنا راكم أنتم هما اللي تديروا في الوسخ، أسكو الوسخ هذا احنا هما اللي نديروا فيه. راي عين عسل كامل ولات مفرغه تاع تاع النفايات هنا، وراه عندها 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 تقريبا 10 ايام وهي مطيشه كيما هكا. واحد ما جا، واحد ما جانا، واحد ما جانا من السلطات وطل هنا ورفعنا الانشغالات، رحنا للبلديه ورفعنا الانشغالات تاعنا، ما كان حتى واحد ما جانا. هي فاهم البلدية ما استقبلتكم؟ ما استقبلونا وهضرونا وقالوا لنا غدوة نجيو نهزوها وما كاينش. ما كاينش الدرك. فاهم؟ 10 أيام وكيما هي كيما هكا، فاهم؟ ولات مرتع تاع النفايات هنايا عندنا، فاهم؟ فاتت الحا هذه الوحدة هذه. هاي حبسة صرا هي ما لكش.
الله علاش من ثلاثة لخمسة خمسة مرات مازالوا سبحان الله العظيم رانا يسمى عايشين هنا ويزيدون يعيشوا اللي راه مسامينا فرده ترى تخدم على روحها ترى دير في لاشي يقول كاين ناس مكنخ كاين ناس مخليص وموس بن عمي والمازور ربي يغفر لهم 1200 حراك في سمانة سي با نورمال خويا العزيز جزائر جديدة بريزيدون البارح يحضر فيها وكما يقول لك هكدا ودور ثقة في نفسه رغبة عن الأحزاب وكدا رغبة عن الأحزاب اللي راه حابين تعاود العهدة الثانية هما 80% من الشعب الجزائري ما راهوش حاب هاد العهدة الثانية 1200 حراك في سمانة ومن بعد اليوم غدوة غير غدوة نخرجوا نهضروا راه قريب الفوت خولونا التلوتونات وتابعين المخزن هاد المخزن هذا اللي درتوه لنا عدو وهمي أنا ما فهمتش وقت بوتفليقة وقت كدا ما كانش شوف هذا لابلاج سوق التنينة تعيد لابلاج سوق التنينة أخزر 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 أيش مثل أقلعت سوق التنينة شوف 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 أما شيد لا دي شار شتية والأرض لابلاج والله ماذا لا دي شار شتية لابلاج ناشو السباوة شتية بالبحر يطير يريغ السلعنة هذه بضاعتكم ردت إليكم نورمال البحر يفكي ونت سلعان ونت فكي ماسي البحر أثني رأي ونت كل له شاتة يا أثني يا وشي يعني ثوريك يا وشي يعني ها معك قام كني تحبي بقيت عندي تحبي بقيت يعني أبقيت بقيت نتحب برا العظور أبقيت حواجير قيس نرى ذي بدو فلاس أبقيت حواجير قيس نرى ذي نار فلاس شاف 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 يا بوبل شاف يا بوبل نوا خرا على بوبل نون تسكويل كلنا عن تكي قلشتين شاف شاف شوف في حي 200 مسكن بعد أمتار على الولاية المنتدبة الجديدة وأمام مدرسة التي ستكون يوم 7 سبتمبر مركز اقتراع الانتخابات شوف هل مواطن جي ينتخب ولا يجي شوف كوارث هل شوف شوف حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم صباح الخير عليكم إن شاء الله تكونوا بيان إن شاء الله تكونوا بخير حبيت نهضر على واحد المهزله اللي صار يلا هنا وين تكلمنا عليها شحال من مره وهي كيما حي عدل جديد هذا وراه يتبنى بين فوكا وقليعه تم هذا الطريق لهنا
قدام هاد لا سيتي د بوليس لي بلاصه. شوفوا خاطي كارثه كارثه كارثه، مرض كبيره ولا هنا ما بون مانيش قادر نتنفس، انا دايرين بافيت كارثه وخلاص. دوك هذا رفدوا شحال من رفدوا شحال من مره هاد البول بلديتين، سواء دوك فوكا ولا سواء قليعه، رفدوا شحال من خطره لهنا. بصح الشعب المشكل هو في الشعب، المواطن يجي يرمي لهنايا، كاين ناس مضرارين لهنايا في هاد الباطيب. نوض تعمر جلمة جلمة في وسط الليالي مظلمة، بادي باب بادي باب جلمة، نوض تعمر جلمة جلمة في حثالة ضيعتوا البلاد. تو الجزائر أغنى بلد عجبتوا بها، الله يحرق بالراس تاع والديكم. سعودية عندهم غير بترول، راهم عايشين في الرفاهية، وحنا بترول غاز ذهب خيرات، ياه الشعب ضايع. عبد اللطيف تاع كاستور تيك توك تاعي، قول لهم مرحبا بكم على كاستور. عبد اللطيف تاع كاستور مرحبا بكم على كاستور. لا ماشي مرحبا بهم، لا حرق بالراس تاع والديكم. السلام عليكم. هذا الفيديو راهي مبعوث للناس اللي ساكنين هنا في تحير، يرموا كاع الخبز برا هكذاش، ولكن اللي كاين كاش واحد يجي يرفد الخبز هذا. ما فهمتش علاش الشعب هذا يحب يعيش في الزبل هكذا. شوف هم ليك لي بوبال، بصح شوف كاع يرموا في القاعة. الله للأسف الشديد الشعب هذا يحب الزبل، يحب الخماج، الخبز كاع يرموا فيه لهنا، ولكن اللي كاش واحد راح يجي يرفدو. شوف شوف من بعد يروحوا لاوروبا، اوروبا نقيه، مش شكون راه يوسخ. نتمنى نستر من الزبل هاو يستناك الواحد يجي يرفدو. انكرويا بهاد العقليه، مي سي با بوسيبل. وقتاش الشعب هذا يتقدم يا صاحبي؟